أسعد الله صباحكم متابعينا في المملكة، أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. بعدما عاشت المملكة يوم أمس يوما حافلا بالغبار والعواصف الرملية التي أثرت على المملكة، طبعا سميت هذه العاصفة بالعاصفة حمراء وفق لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة. من المتوقع مع ساعات صباح هذا اليوم أن تنتشر هذه العاصفة الرملية نحو المناطق الجنوبية الغربية تصل وادي الدواسر مثلا، السفوح الشرقية للمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، المناطق الجنوبية أيضا إلى باتجاه الأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة وشبه الجزيرة العربية والإمارات بشكل عام. وتبقى طبعا الرياح الشمالية تسود وبالتالي مثير للغبار في بعض المناطق، حتى مثلا اليوم العاصمة الرياض أجواء مغبرة إجمالا، ودرجة حرارة العظمى اليوم فقط 27 درجة مئوية في ساعات النهار، في تراجع تقريبا يقدر بعشر درجات عن العظمى التي سجلت يوم أمس. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى القادمة في مدن ومحافظات المملكة، نبدأها شمالا من إسكاكا 20 إلى 11، 19 إلى 9 في عرعر، و27 إلى 14 في تبوك. المناطق الغربية من المملكة، مكة المكرمة 37 إلى 23، 33 إلى 19 في مدينة منورة، 29 إلى 23 في جدة، و28 إلى 17 درجة مئوية في الطائف. المنطقة الجنوبية الغربية في جازان 32 إلى 25، في أبها 26 إلى 14، وفي الباحة من 23 إلى 14، مع أجواء مغبرة في بعض المناطق الجنوبية الغربية. أجواء أيضا مغبرة في الإحساء من 27 إلى 12، 26 إلى 16 في الدمام، و22 إلى 10 درجات مئوية في حفر الباطن. المنطقة الوسطى 27 إلى 14 في العاصمة، بريدة 23 إلى 12، وفي حائل من 23 إلى 10 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.